اذا كان هدم القبور واجبا شرعيا واذا كان ترك هذه الابنيه محرما فلماذا هدمت بعض القبور وبعض المراقد دون البعض الاخر هل عندهم جواب على هذا السؤال ولماذا تكال الامور بمكيالين اذا كانت الابنيه على القبور بدعه فلماذا نرى مرقد النبي الاعظم صلى الله عليه واله لا زال مشيدا الى الان وإذا لم يكن في ذلك إشكال، فلماذا هدمت تلك المراقد المطهرة؟ كيف يحلون هذا التناقض الكامن في ذات هذه العملية؟ إذا أجابوا بالتقية، أنه إحنا عندنا حالة تقية، أنتم ما تعتقدون بالتقية من المسلمين؟ تقولون التقية انما تكون من الكفار، وتهاجمون اتباع اهل البيت لانهم يؤمنون بالتقية، اذا تقولون هذه تقية، انتم لا تعتقدون بهذه التقية. فكيف يحل هذا التناقض؟ هذا اولا، ثانيا هذه العمليه تتناقض مع القيم الدينيه القران الكريم يقول في بيوت اذن الله ان ترفع لاحظوا السيوطي وهو من كبار علمائهم في كتابه الدر المنثور ينقل هذه الروايه عندما نزلت هذه الايه المباركه في بيوت اذن الله ان ترفع قام رجل وقال يا رسول الله ما هي هذه البيوت فقال النبي الاعظم صلى الله عليه واله انها بيوت الانبياء فقام ابو بكر كما ينقل السيوطي وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال هل هذه منها؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: نعم من أفاضلها. هذه البيوت أذن الله أن ترفع. وهل يتم رفع هذه البيوت التي اذن الله في رفعها بهدمها وتحويلها الى يباب وتعريضها لاشعه الشمس والامطار والرياح وما اشبه ذلك القران الكريم يقول: "قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في القربى"، هل هذا مظهر؟ هل هذا يعبر عن المودة؟ ان تهدم قبور هذه الصفوة؟ القران الكريم يقول: "ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وهل هذا تعظيم لشعائر الله اذن هذه العمليه تتناقض مع القيم الدينيه ومع الثوابت القرانيه ثانيا ثالثا الان الحضارات الحاكمه في العالم كل الحضارات الموجوده في العالم هذه الحضارة او التي تدعي انها حضارة وتحكم عالم اليوم بالقوة والغلبة كيف يهتمون بتاريخهم؟ لاحظوا مناهجهم الذين قرأوا مناهجهم نقلوا لنا انهم يهتمون اهتماما كبيرا بتاريخهم اي اثر من عظمائهم يحاولون الاحتفاظ بذلك الاثر الذهبي وهو من كبار علماء العامه ينقل هذه القضيه انه قيل لفلان من التابعين: لو خيرت بين ان تعطى شعره من رسول الله صلى الله عليه واله وبين ان تعطى ذهب الدنيا كلها وفضتها ايهما تختار فقال ذلك التابعي: اختار شعرة من رسول الله صلى الله عليه واله على كل ذهب الدنيا وفضتها، احنا ايضا الان اذا يخيرون في ذلك ينبغي ان نختار ذلك، فضة الدنيا وذهبها تنتهي ولكن شعرة لامست، تبركت بذلك البدن الطاهر هذه فيها البركة. الذهبي وهو من كبار علمائهم ونقادهم يعلق على هذه القضيه ويقول ان هذه الكلمه من هذا التابعي تدل على كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه واله. الامم المتحضره في التاريخ الغابر في الحاضر كلها تهتم باثار عظمائها. ويحاولون تخليد هذه الاثار والاحتفاظ بهذه الاثار ينقل ان المسيحيين بنوا كنيسه كامله وسموها كنيسه الحافر لانهم يدعون ان حافر دابه عيسى المسيح لامست هذه الارض كنيسة الحافر وأحفاد نبي الله صلى الله عليه واله الذين هم بضعة منه تكون قبورهم ومراقدهم بهذا النحو هذه الحالة تعبر عن حالة غير حضارية ثالثا ورابعا إن هذه العملية تتناقض مع واقع الأمة الإسلامية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان الذين جاءوا من بعده المراقد كانت على طول التاريخ موجودة في مكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وآله حكم مكة هنالك قبر لهاجر وقبر لإسماعيل وفوق هذا القبر بناء الذين ذهبوا إلى الحج شاهدوا حجرة إسماعيل طبعا قبل كان بنحو آخر كان على نحو بناء غرفة الآن تحول إلى هذا النحو الذي تشاهدونه لم يأمر النبي ولم يأمر أحد من الذين جاءوا بعده بهدم هذا المرقد في الأردن هنالك مجموعة من الأنبياء عليهم قباب مشيدة. في الأراضي المحتلة هنالك قبر نبي الله إبراهيم ونبي الله إسحاق ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف في إيران قبر النبي دانيال في العراق قبر ذي الكفل وقبر هود وقبر صالح هذه القبور كلها كانت ألف عام كانت هذه القبور بمرأة المسلمين جميعا وبعد ألف عام يأتي هنالك رجل ويقول إن كل المسلمين كانوا على ضلاله فقط هذا هو الذي فهم القران مليارات المسلمين كلهم كانوا على ضلاله وكلهم كانوا ضالين او كانوا مشركين لاحظوا هذه العباره لابن تيميه في كتابه الصراط المستقيم يقول عندما تم فتح القدس كانت لقبور الانبياء هناك ابنيه، ابنيه كانت. ولكن يدعي ابن تيميه يقول ولكن ابوابها كانت مغلقه حتى القرن الرابع الهجري اذا كانت بدعه اذا كانت ضلاله المسلمون لماذا لم يهدموها؟ عمر بن الخطاب لماذا لم يامر بهدمها؟ هذا التناقض مع الواقع التاريخي لهذه الامه طوال الف عام اذن هذه القضيه لا يمكن ان تكون مبرره لا من الناحيه القرانيه ولا من الناحيه الحضاريه ولا من الناحيه التاريخيه